على أرض السودان حطت الطائرة الإماراتية، والهدف تقديم مساعدات عاجلة للشعب السوداني لاحتواء كارثة الفيضانات التي سببتها السيول. أطنان من المساعدات تكفل بها الهلال الأحمر الإماراتي، وتنوعت ما بين الأدوية والمواد الغذائية. فضل الله سبحانه وتعالى وصل وفد الهلال الأحمر الإماراتي للوقوف على أهم الاحتياجات للمتضررين جراء السيول والفيضانات، ويعلم الله أن نحن نحب الشعب السوداني، واليوم وجودنا أكبر دليل للوصول إلى المتضررين. مهمة وفد الهلال الأحمر الإماراتي لا تنتهي هنا، بل سيتم زيارة المناطق المتضررة للوقوف ميدانياً على عملية توزيع المواد الإغاثية ومعرفة حجم الأضرار وتقييم الأوضاع على الأرض. هذا التعاون مستمر من فترة تاريخية قديمة جداً، وحتى في الآونة الأخيرة استلمنا مساعدات من أخواننا في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضاً من الهلال الأحمر الإماراتي، وهذه شعنة تمثل مزيد من الدعم، وإن شاء الله أيضاً سيكون في دعم لاحق ما وعدونا حتى نتمكن من احتواء وإزالة الأضرار التي لحقت بالمواطنين السودانيين من جراء سيول الفيضانات الأخيرة. حجم الكارثة كان كبيراً وتطلب خطوات عاجلة وجريئة، فالمياه غمرت كل شيء تقريباً من الحجر إلى البشر، مما أسفر عن وفاة العشرات وتضرر أكثر من نصف مليون نسمة. جامعة الدول العربية لم تكن بعيدة عن متابعة تطورات هذه المأساة، فقد عقدت اجتماعاً تقرر خلاله إنشاء غرفة عمليات لمتابعة الأوضاع وتنسيق الغوث العربي المقدم، كما تم إرسال طائرة باسم الجامعة تحمل مساعدات إنسانية وإغاثية عاجلة.